مساحتنا الحواريه راح نتكلم فيها عن الخط. احنا لو بنقول الخط سيدا نستذكر انواع الخط، الكوفي، نقول الحر، الناس، الرقعة، انواع الخطوط العربيه. والجميل مشاهدنا بالخط العربي ممكن من تكتب اي جمله كانها لوحه فنيه. خط الثلث بيتي كله شيء خط الثلث، فهو انواع. واحيانا حتى من جمال الخط والنقشات اللي موجوده اضافه الى الحركات تعجز تقرا شو اللي مكتوب. أكيد. يعني اتوقع اللي متمرس واللي يحب الخط العربي هو اللي يقدر يفك الطلاسم هذه عن الخطوط. اليوم معانا ضيفه جميله راح نتكلم معاها عن الخط ولكن في اتجاه اخر. أكيد. الروموتايد وعلاقه الخط مع الروموتايد ايضا اللي هي شيماء الجعفر، حياك الله. انا بوخر الاسئله وبقعد اسولف معاك عن الخط، ما ادري وفي خط يعني ناس ما ينقرا ودائما خط الدكاتره اذا كتبوا يعني ما حد يعرف يقرا الا نفس التخصص ولا هم. صباح الخير وحياك الله في اخر مساحه حواريه لبرنامجنا. اهلا فيك حبيبتي، حياك الله معنا شيماء، يعطيك العافيه. نبي نعرف رحله الالهام الجميله هذه اللي انت سردتي لنا اياها قبل الهوى، وشلون وصلتي تبارك الله الى مرحله ان تكونين خطاطه مثل ما يقولون. المرحله هذه امانه جتني بالصدفه، يعني هي اللي جتني مو انا اللي رحت لها. كان فتره الكورونا، تدري عارف الحجر الكلي وكذي وقاعدين، فكنت يعني اقرا روايه ثقيله شويه تتكلم عن يعني شخصيه اسلاميه يعني قديمه، وطول الروايه سبحان الله كانت الكلمات النساخين الخطاطين النساخين الخطاطين. اثناء ذلك اتصفح الانستغرام ويطلع لي صدفه كذي اعلان عن دوره خط الديواني. حلو. يقدمها الاستاذ عبد الله النجار، اقدم له تحيه من هذا المكان. فشبكت معي يعني شبك هذا بهذا كانها رساله، يعني ليش لا خل اخوض التجربه. كوني كنت احب الفنون يعني بكل انواعها بشكل عام، يعني ما لي يعني فن معين يعني كنت، فقلت خل اخوض التجربه ليش لا. ودخلت لدورة المبتدئين ومتوسط ومتقدمين، والحمد لله ما زلت يعني مستمرة في هذا المجال. قاعدين نشوف تبارك الله احنا مجموعة من كتاباتك، كتابات ولا أروع التواب الرحيم. يعني شنو عندنا؟ يقدس أثري حتى لو كان ندبة. ندبة. نعم، أستاذة شم، يعني هل كل واحد خطه حلو يصلح يكون خطاط؟ ولا الكتابة اليومية أو الخط اليومي يفرق عن الخط والخطاط؟ لا أنا يعني شوفي أمانة خطاطة لكن خطي اليومي مو حلو. لأن الكتابة اليومية يفرق، يعني القلم نفسه يفرق إذا تشوفينه مبوز، لكن الخط العربي يكتب بخط يعني مشطوف، فتختلف طريقته وقياساته وميزانه يعني بشكل جدا غير عن الخط اليومي. جميل. يعني ما له علاقه ما له علاقه. جميل. إذن شو العقبات اللي من الممكن انها تواجه اي شخص حاب انه يتعلم فنون الخط العربي، وشلون ممكن انه يتغلب على هذه العقبات شيماء؟ شوف هو حاليا الحين كل شيء متاح، يعني من ادوات من اساتذه من برامج كل شيء متاح، يعني كل واحد يقدر يعلم نفسه هذا الخط. لكن العقبة اللي أنا يعني بوجهة نظري أشوفها الشخص نفسه، هو يكون عقبة بوجه نفسه. يعني إذا كان داخل هذا المجال مجرد فضول أو مجرد أنه يعني يقضي وقت يعني بهذا الخط ما راح يمشي فيه، لكن مع كثرة التمرين ومتابعة مع أستاذ يعني جيد هني إن شاء الله ما راح يكون في أي عقبة. نعم، ممكن أن أنا أكتسبها هذه المهارة ومن خلال الدورات وباكر أكون خطاطة، أو أنه لازم تكون عندي هذه الملكة، ملكة الخط، أو أن أنا أحب الخط؟ أي شوفي هو الموهبة أكيد يعني راح تساعد بشكل كبير أن أنا يعني أوصل للإتقان والإجادة بشكل أسرع. نعم. لكن هذا الشيء دائما يذكرني بقصة الأرنب والسلحفات. الأرنب كان يمتلك الأدوات اللي تأهله أنه يفوز بهذا السباق. صحيح. الأرجل القوية، القفزات السريعة وما إلى ذلك، لكن تقاعسه وتكاسله عن هذا الموضوع خلى السلحفاة هي تغلب عليه. فمو يعني حتى الإنسان العادي اللي قد لا يمتلك هذه الموهبة أو ممكن ما يدري إنه يمتلك هذه الموهبة. صحيح. مع كثرة التمرين أخذ بال يعني بالملاحظات إن شاء الله راح يعني يتخطى كل العقبات هذه. جميل. الخط العربي أكيد اكتسب أهميته، خلينا نقول اكتسب جماله من جمال اللغة العربية. صحيح.
ابيك تكلميني عن مكنونات هذا الخط العربي اذا ربطناه مثل ما يقولون بجمال اللغه العربيه. شيماء، طبعا جمال اللغه العربيه نابع اساسا يعني من القران الكريم، من كلام الله سبحانه وتعالى. كتب اول يعني خط كتب القرآن الكريم اللي هو خط الكوفي للمصحف اللي كان بدون نقاط. صحيح. بعدها تطورت الخطوط إلى أن وصلنا لخط النسخ في عهد العثمانيين. المصحف الحالي اللي الحين احنا نقرأ فيه هذا نتاج خط النسخ، يعني صحيح. من مئات السنين كتب ما زلنا نقرأ فيه بكل دول العالم. فالخطوط سبحان الله كل خط يختلف عن الثاني، جماليته تختلف عن الثاني. في خطوط نقدر نقول عنها جامدة، في خطوط نقول عنها لينة مرنة، في حسب تراكيبها نلقى جماليتها، التقوسات الإرسالات، هنا نلقى جمال. أجمل خط عندك؟ طبعا أنا منحازة حق الخط اللي أنا أكتب فيه. حلو. الديواني. الديواني. لكن كل واحد يعني حسب. لا جماليته. كل خط له جماليته. أكيد. أستاذة شيماء، يعني نقول في ظل التطور اللي قاعد نعيشه وتطور الأدوات، نقول في جميع أنواع الفنون. هل تطورت أدوات الخط؟ أي أكيد. يعني عندنا أدوات الخط هما ثلاث: الأحبار، الأقلام، الأوراق. كلها تطورت الحين. يعني قديما الأقلام كانت تكتب بالقصب اللي هو من الخشب. صحيح. الحين لا، أقلام المعدن والبلاستيك والرزن وما إلى ذلك. الأوراق قديما كانت أوراق الطبيعية، بردي. الحين الصناعية. كانت بردي. الأحبار كان قديما يأخذون الحبر من اللي نسميه الهباب اللي هو ناتج الحرق، حرق الأشجار، ويضيفون له الصمغ العربي أو العسل أو الماء. الحين لا، الأحبار الكيميائية يعني، لكن ما زال يعني يكتب يعني ترى بالأدوات القديمة لأن لها روح خاصة. نعم. يعني الواحد لما يكتب يستخدم أدوات قديمة يحس شيء بروحانية يعني حلوة، لأن كنا كلها ثلاث الأدوات كلها مستخلصة من الأرض اللي هو الشجر. جميل. أستاذة شيماء، يمكن أنا أحد الناس اللي عندي قناعة أي شيء حقيقي يمتلك روح. خطاط يخط خط حقيقي يمتلك روح. برنامج يكتب لي شخصيا، أنا قاعد أتكلم عن شخصيتي، ما أحبه، أبي أتكلم عن رأيك، هل لا زال الخط العربي يحتفظ برونقه أمام هذه البرامج المهولة اللي حتى قمنا نشوفها على التلفون؟ أكيد. صحيح أن وجدت البرامج هذه، لكن عجزت أنها توصل لدرجة الإتقان اللي لمن أنا أكتبه يدويا وبشكل كلاسيكي. صحيح. يعني البرامج الحديثه الحين المتواجده يعني اللي اشوفها فقط ان وجدت للكتابه لابراز جانب فني او لوحه فنيه، لكن لوحه كلاسيكيه لا، عجزت صراحه البرامج عن هذا الشيء. صحيح. نعم. مصابه روماتويد، الف سلام عليك وما تشوفين. الله يسلمك. كيف اجتزتي يعني هذا المرض؟ هو يعني نقول مرض ما له علاج، ولكن بالحمايه والعلاج النفسيه والعلاج ان شاء الله تجتازينه. شلون مريتي في هالمرحلة ووصلتي إلى الخط وأنجزتي؟ على كلنا عارفين مشاهدينا الروماتويد واللي سببه من تصلبات في المفاصل. نعم. صحيح. هو المرض الروماتويد أمراض روماتيزمية بشكل عام يلعب العامل النفسي فيها يعني بشكل كبير. متى ما النفسية كانت تمام كان يعني الآلام تحس أنها خفت، متى النفسية تعبت الآلام تلقاها تزيد. أنا أشوف على كل شخص، يعني مو بس مو شرط إنه يكون مريض، لازم إن أنا أبحث عن شيء خاص فيه، يعني شيء أنا أقضي وقتي فيه، شيء يعني هواية خاصة أنا أحاول إنه ألقى نفسي فيها. لأن متى ما أنا لقيت نفسي بهذا الشيء أو هذا الفن اللي أنا أحبه وأشوف إنجازاتي وأشوف، راح أحس يعني بطاقة جميلة حلوة راح تلهيني وتشتتني عن الشعور بالألم. صحيح. صحيح أن أمر في أوقات انتكاسات وآلام، فهني معناته أن أنا شوية استوب، أوقف، أريح إيدي الأيام، وبعدها أرد أعاود مرة ثانية الكتابة. جميل. نربط الشيء هذا بموضوع الكتابة وحب للكتابة، هل هناك عوائق لأداء تمارين الكتابة خاصة إذا حاشتك خلينا نقول هذه الأعراض، أعراض الروماتويد شيماء؟ إيه أمانة صراحة يعني أحيانا تورم الإيد عندي يعني بشكل كبير، بحيث أن أعجز عن الإمساك بالقلم والاستمرار في الكتابة. فهني أن أنا لابد أن مثل ما قلنا نريح شوية الإيد، نسوي تمارين ماي بارد. أنا يعني لقيت لي بعض الحلول،
بحيث ان لان المفاصل الصغيره لما انا بي امسك مثلا القلم، القلم سمكه شويه صغير، فهني يؤدي ان انا اسوي ضغط على المفصل. فكلمت استاذي في حال اذا هل ممكن ان انا احصل قلم سمكه شويه كبير بحيث ان ما اضغط حيل على يعني القلم، في يعني جزاه الله خير وفر لي قلم فيه سمك. فهذه كانت احدى الحلول يعني اللي ممكن اتخطاها. اهم شيء انه مو لما يصير عندنا حاجز خلاص احنا نوقف ورا هذا الحاجز. صحيح. يعني الحواجز ما وضعت لنقف خلفها، دائما اقول لي بل نتخطاها، نتخطاها نقفز، نتخطاها نقفز. بس هذا شيء ما يعني صحيح. انا امن هناك علاقه حب ما بين الشخص وبين هوايته، وتشوفين يصرف ويبذل مجهود من أجل هذه الهواية. في حالة انقطاعك لابد راح تتأثرين نفسيا. قلتي في بدائل إذا كان القلم ويساعدك كتمرين أو كعلاج، بدائل أخرى إذا توقفتي عن الخط. وأنا أدري كل خطاط أي جملة تشوفه أو أي بيت شعر يمر قدامه لا شعوريا يمسك ورقة وقلم ويقعد يخط، ولكن في روحه. عشان كذي نشوف في خطاط غير عن خطاط، ضغطة القلم تفرق. يعني سبحان الله كأنه قاعد تصبين مشاعرك في هذا الخط. صحيح. البدائل إذا توقفتي، إذا توقفت يعني أنا في حالتي أحيانا صدق نمر في مراحل أن ما نقدر نحس أن ما نقدر نكتب، أو مراحل إحباط أحيانا، أو فأنا أتوقف شوية وقت يعني من الزمن، أشوف مثلا ممكن أتوجه هواية أخرى. حلو. مختلفة تماما، يعني أنا لقيت هذا الحل، يعني أنا ناسبني هذا الحل. أنا الحين يهمني أعرف كم هواية عندك. والله وايد، يعني أنا دخلت كذا مجال، يعني حاولت هوايات جميلة. إيه يعني كل هوايات سبحان الله يعني بستخدم فيها الإيد. الحمد لله. منها العزف على البيانو، ما شاء الله. صناعة الخزف، صناعة الورق، يعني حاولت أجرب أكثر من شيء، الزخرفة، الرسم. لكن استل خلاص الهوايه ولا هي كانت الخط. اي نعم بهذه الطريقه. يعني الامانه احنا نتمنى لك التوفيق والسداد في هذه الرحله الجميله، خلينا نقول المليئه بجمال اللغه العربيه. شيماء الجعفر شكرا لك. شكرا على تلبيتك الدعوه، على وقتك، على كلامك الطيب والرائع والراقي. شكرا لك. شيماء انا لي وجهه نظر، المرض دائما يقول لا تخلي المرض يسيطر عليك، وكون اقوى منه ولا صاحبه، اذا صاحبته وصار صديقك راح تجتاز هذه الحياه بكل سهوله. شكرا لشيماء جعفر ونورتينا في مساحه الحوار الاخيره. يا رب على هذا. شكرا مشاهدينا، نطلع فاصل ونرجع لكم.